صباح الخير لسه. معكم أمانة أبو زايد، مركزة المشاريع النسائية في مدينة رهط. عندنا راح تكون دائرة حوارية بين النساء اللي عندهن صعوبات في التشغيل، فراح نبلش مع ستنا العزيزة. تفضلي. السلام عليكم. بتحكي باسم المصري. أنا بواجه صعوبات من مركز التأمين بالتأمين الوطني بالنسبة للختم بالإشكاء، بتوجه إلهم تقريبا كل شهر أو كل أسبوع، ببعتوني على أشغال يعني ما بقدرش عليها 8 ساعات أو 12 ساعة، بوضع الصحي ما بسمحش أشغل ساعات كتيرة. بتمنى أني ألقى ساعات تناسب لعمري ولوضعي الصحي. دخلي حالياً أنت بتشتغلي ولا؟ لا لا، دخلي محدود، ما بكفي، ما بكفي بيت أجار، مربي لأربع بنات في البيت. بتعلمي وبتدرسي؟ بعلم، عندي بنت بالجامعة وعندي بنت ب 12 وعندي بعاشر وب 11، بتعلموا كلهم. كيف بتواجه هاي الصعوبات وانت بتعلمي أولادك؟ والله كتير بواجه صعوبات. مين بيساعدك؟ ممول غير المراكز التشغيل؟ ما في، والله ما في، بتوجه لكتير مراكز، بحاول كتير حدا يساعدني أكمل تعليم البنات وأقدر أعيش الحياة الصعبة، فما بلقى. ماشي، كتير صعب علي. شكراً لكم. شكراً. تفضلي تفضلي احكي لنا إيش صار معك وين توجهتي، شو صار معك، إيش الصعوبات اللي واجهتك؟ أول إشي صباح الخير للجميع. أنا سكينة سالم عمر. أنا بدي أحكي أول إشي مش عني أنا، أنا بأخذ نخوت، بدي أحكي عن أولادي. كثير مستصعبين يعني بالشغل، عندي بنت خلصت من المدرسة ومش ملاقي شغل، وابني برضو نفس الإشي عمره 21 سنة مش ملاقي شغل. راح خلصوا ثانوية؟ خلصوا وراح جامعة؟ لا لا، هسا راحوا على المصانع اللي فتحت جديد، زي السودا، زي مصنع الكرتون. بيقولوا لابني إذا أنت متجوز بحق لك تشتغل. عاد هو كثير مستصعب، وهو كثير يعني معاه كثير عدة شهادات تراكتر ومهنية بيقدر يشتغل فيهم، بس بطل الأماكن غير متاحة. وبرضه مشي كروف لعقاء وخيل، برضه نفس الإشي، ببدوا ناس على ناس. وأنا أجيت من كيف طريق، كيف حسيت إنه ببدوا ناس على ناس؟ كيف الإشي وصلك؟ يعني وسطات في أصحاب لابني بيقولوا له يعني أنا فتت بسهولة، في مش متجوزين بخشوا، وبرضو بنتي أنا بدي يعني أولادي ساعدوني أخرى كثير. حالياً أولادك لساتهم بدوروا على شغل ولا؟ لساتهم بدوروا على شغل، ابني اشتغل يعني بعدة محلات وبيعترفوش، لا بتلوش إله، وكثير بتعب ليل نهار، وبيشتغل ابني شاطر، لا اعترفوا فيه بتلوش، اللي بيشغله المعسيك بنطوش، بقول له انطيني تلوشات، بنطيهوش. وبرضو هنا المدارس بنطوهم لعالي يعني، بنطوهم بشغلوا النسوان، وكثير بكثير بوكلوهن يعني، كثير بضحكوا عليهم. وبرضو أنا جيت من طريق يديت، كثير ساعدتني يديت وبارك الله فيهم. مراكز التشغيل برهط، كيف أنت توجهت لها؟ شو صار معك؟ يعني لنا كيف صار؟ يعني بالنسبة لأولادي. أولادك أنت وأولادك عيني. ما هي يعني يعني بروحي يعني بيقولوا لهم استنوا راح يجيكم الجواب قريب، وبيطولوا شهر يعني شهرين. بيسجلوا وبكونوا بيعبوا الأوراق وبيطولوا. وأنا برضو إذا أنا بنتي تعلمت بالصناعية وأخذت الشهادة يعني سكرتيرة، أنا بتمنى أنهم دغري ودوهم على شغل، وبرضو ودوها على شغل وقالت قالوا لها بدهم يقبضوش وما أنطوهاش مصاري. شكرا لك، بارك الله فيك. تفضلي معنا. السلام عليكم، معكم الأخت يسرى الأعسم. حكيت قبل شوية في الفيديو، المقطع اللي كان في الفيديو، أنا كملت صف 12 وما كان معي بكروت شلم، ومر علي ظروف صعبة بعد جيزة للأسف الشديد، عادات وتقاليد عندنا البدو، ظروف يعني خاصة مريت فيها أنا، مريت فيهن 20 سنة.
أنا أم لسبع أولاد، لخمس أولاد ولبنتين. مريت في ظروف صعبة لعشرين سنة اللي أنا ما قدرت أكمل لا تعليم ولا أشتغل ولا أي شيء. يسرى، كيف هذول العشرين سنة قدرت تعيشين بدون أي مساعدة أو؟ صعب جدا يعني، ما في. كيف دبرتي أمورك؟ كيف؟ حاولي شوي وضحي. ما في يعني، بس كانت تفتح تخنسة وبس يعني، من بس من التأمين بس. كان يكفيكم؟ لا للأسف الشديد لا، بالمرة لا. وبعد عشرين سنة قررت إني أقوم وأقف على رجلي زي أي إنسان ناجح في الحياة، وأكمل تعليم وأشتغل وأنجح وأكمل تعليم الأولاد والبنات، والحمد لله رب العالمين. أنا اليوم كملت تعليم وأخذت شهادات، واليوم بشتغل في مدرسة المعاقين في فوكيم، خنوخ ميوخاد، سياعة وعلم نفس. ممتاز، هاي إنجاز. وبتعلم شكرا. وبتعلم حاليا سنة ثانية أخذ في جامعة بن غوريون سنة ثانية، الحمد لله رب العالمين. التوفيق والنجاح لإلها، أكبر مثال حي قدامنا. وبأنصح كل شاب وكل بنت وكل مرأة في وسط العربي، لا تستنى مساعدة من أي إنسان إذا هي معها شهادة ومعها تعليم، ولا تخلي ولا إنسان كان جوزها ولا أبوها ولا أخوها وهي ناجحة وعارفة توصل للي هي بدها إياه، تقف على رجلها وتقول أنا هيانا هانا، وما في مستحيل في هذه الدنيا. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. البنت نجحت في الامتحان إن شاء الله اليوم، هسه بتبلغني نجحت في امتحان السخومتري، فايت الطب لسنة أولى في جامعة بن غوريون. ألف مبروك، ألف مبروك. وشكراً للجميع، وشكراً للأخت أمل النصاصرة مدير السدرة، وللأخت أنصاف أبو شارب، هي مش موجودة، هي كانت أول طريق النجاح إلي، وللأخت تريم. شكراً. نساء العزيزات، شو بتحبني توجهن للجمهور؟ طلبات، خطة عمل، رؤية مستقبلية شايفاتها، إيش بتشوفين لازم نعمل؟ شو لازم مشان نقدر نقدم على أساس يكون عندنا تشغيل للنساء؟ أنا بتمنى يتوفر للنساء اللي زي حالاتي يعني، لوضع الصحي وسني يعني، شغل بحدود ثلاث ساعات أربع ساعات وبرهط، مش يبعتونا بأشكلون وبرخوفت وبالسبع، مسافة بعيدة إحنا ما بنقدرش نمشيها. وأنا بعرفش كان غيري، أنا كمان ما تعلمتش، ما بعرفش أقرأ وأكتب، اللي أروح وأجي يعني صعب يعني علي. بنطالب إنه كمان يوفرونا عمل مراكز تعليمية كمان. هاي كمان بتمنى أنها تتوفر لنا، يكملونا تعليمنا أو يعلمونا نحو الأمية، أي مركز نستفيد منه يعني، ونفيد أولادنا كمان. وشكرا لكم. بدك حدا يضيف شيء ممكن؟ تفضلي. إن شاء الله الإشي يكون سريع، ولازم يعني الواحد يفقد الأشياء هاي، ويعني أكبيد إنه ما يصيرش هيك بالأولاد، وشان الناس الأولاد ما يخربوش، ما يروحوش على الأشياء اللي ييأس، ويروح على الأشياء اللي مش مظبوطة. بدهم يشتغلوا يعني، اللي عندي ابني أنا بده يشتغل وشاطر، بس أمره ييأس يعني، بديش إنه الأولاد كل الأولاد برهط ييأسوا، دائما يعجلوا بالأشياء المليحة. وبرضو شكرا لجمعية ياديت، وكثير كثير بتساعد، وبرضو لجمعية سدرة برضو، بارك الله فيكم، وكثير بتيخصوا مليح، وعن جد عن جد يعني أشياء أنا بعوزها من جمعية ياديت، بروح على محامي بطلب مني 3000، كثير بيوفر على الواحد، وكثير متيخصين للواحد كثير كثير، بارك الله فيكم. شكرا كثير لحضورك، وهي مثال حي للنساء، مش بس في الفيديو اللي هو كان مرئي، إلا على أرض الواقع. فبتمنى صوتك يوصل، وأهلا وسهلا فيك، شرفتنا.